اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس، اليوم بدنا نستعرض تليفون جديد من شركة فيفو يلي هو الفيفو في 17 نيو. طبعا مثل ما شايفين التليفون شكله بيجي حلو، ان كان من ورا ولا من قدام مميز. طبعا هيدي العلامة يعني الفينجر برينت بدها تكون بقلب الشاشة، ومن هون الكاميرا كمان جاي مثل في ونوعا ما صغيرة مثل ما ملاحظين، مش كتير مأثرة على الشاشة. خلينا ننزل اول شيء للارقام ونشوف هذا التليفون بالارقام. طبعا بيجي 4G، اعلن عنه بأب 2019 وحيصير موجود بالاسواق بداية من أب 2019. بالنسبة لحجم هالجهاز او وزن هذا الجهاز بيجي 179 جرام، بيجي بشريحتين دول سم. بالنسبة للشاشة بتجي سوبر اموليد حجمها 6.38 انش، اخذت 83.3% من الشاشة للبودي. الريزوليوشن بتجي 1080 ضرب 2340، 404 بيكسل بير انش. بالنسبة للبلاتفورم بيجي اوبريتنج سيستم اندرويد 9.0 باي، ميديا تك ام تي 6768 هيليو بي 65 بتقنية 12 نانومتر، اوكتا كور بيجي 2x2، بيجي عنا 6x1.7، وبيجي للجي بي يو مالي جي 52 ام سي 2. بالنسبة للميموري اكيد بينحط له ميموري بتوصل لل 256 جيجا بايت، اللي هو عم نحكي نحن الميموري الخارجية. بالنسبة للانترنال ميموري الداخلية بتجي 128 جيجا ب 6 جيجا رام. هلا بننزل للكاميرا بنشوف انه هون عنا 3 كاميرات. اول كاميرا بتجي 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 وايد، الثانية بتجي 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 13 مليمتر الترا وايد، الثالثة بتجي 2 ميجا بيكسل اللي هي مخصصة للعمق، بصور فيديو Full HD 30 فريم بير سكند. السنجل كاميرا تعتبر كبيرة هون 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0، هذا شيء جيد لهذا التليفون. HDR اكيد هذا كرينج. بالنسبة للصورة هون عنا الوان بتكون ممتازة. بالنسبة للفيديو Full HD 30 فريم، نفس فكرة الفيديو بالسيلفي هي ذاتها الفيديو بالمين كاميرا بالكاميرا الاساسية. لاود سبيكر اكيد موجود، فتحة سماعات كمان موجود بهذا التليفون، بيجي بلوتوث 5.0، NFC موجود، GPS موجود، راديو كمان موجود، USB مايكرو USB مش تايب سي، بيجي مايكرو USB. بالنسبة للسنسر بيجي عنا فينجر برينت اندر ديسبلاي اللي هي البصمة تحت الشاشة. وبالنسبة للبطارية بتجي هون نوعا ما جيدة 4500 ملي امب، فاست باتري تشارج 18 واط كمان هذا الشيء جيد. بالنسبة للألوان بيجي أسود وبيجي أزرق، السعر ممتاز 280 يورو. ما شايفين هون بيجي 6 جيجا رام، يعتبر سعر مقبول بالنسبة للرامات الموجودة فيه اللي هي 6، ولبعض الأمور اللي هي إذا نحن ملاحظين شوي الشاشة كبيرة، الكاميرا ليكو قد ايه صغيرة بالنسبة للشاشة، هذا شيء كتير ممتاز. طيب هيدا بيعطينا نحن مثل حافز لأنه نشتري هذا التليفون لسبب أنه سعره مناسب، شاشة كبيرة، كاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل اللي هو يعتبر رقم جيد، والفينجر برينت تحت الشاشة. عم بيقدموا الفيفو تليفون مميز هالمرة، وهيك نحن بنكون استعرضنا الفي 17 نيو من شركة فيفو. بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا من المعلومات الموجودة والمكتوبة والتفاصيل والارقام اللي نحن استعرضناها. شكرا كتير للمشاهدة والى اللقاء.